السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمار كمال، مدرسة التربية النموذجية الروابي. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول دائما وأبدا بذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هنتكلم النهاردة على الدرس الرابع في الوحدة الرابعة والأخيرة، وبيتكلم على قانون الجيوب. في الدرس ده هنتكلم على حاجتين اتنين، اولا ايجاد مساحة المثلث، والحاجة التانية استخدام قانون الجيب في حل المثلث، وهنعرف يعني ايه حل المثلث فيما بعد. اولا ايجاد مساحة المثلث، احنا عارفين ان مساحة المثلث بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع. ارتفاع هنا اللي هو اتش، هنحاول نجيب علاقة بين الارتفاع اتش وبين زوايا المثلث الساين A او ساين C. لو شفنا المثلث القائم اللي الارتفاع فيه احد ضلعي الزاوية القائمة، هنلاقي ان ساين A بيساوي المقابل على الوتر، يعني هيساوي اتش على C. لو ضربنا طرفين في وسطين هنلاقي ان اتش اللي هو الارتفاع بيساوي C ساين A. طيب نرجع للقانون القديم بتاع مساحة المثلث، اللي هو المساحة بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع. طيب ايه هي البي؟ المثلث بتاعي هنسمي الضلع المقابل لزاوية بي هنسمي طوله بي، والضلع المقابل لزاوية سي هنسمي طوله سي، والضلع المقابل لزاوية اي هنسمي طوله اي. اذا مساحة المثلث عبارة عن بي في اتش، يعني طول الضلع اي سي اللي احنا بنرمز له بالرمز بي، مضروب في ارتفاع المثلث اتش. طب تعالى نستفيد من الخطوه اللي فاتت ونعوض، بدل اتش نحط مكانها سي ساين اي، يعني هنا اتش هنحط مكانها سي ساين اي. اصبحت المساحه كده نص بي في سي ساين اي. فك القوس، اصبحت المساحه نص بي سي ساين اي. البي زي ما قلنا من شوية هي طول الضلع المقابل لزاوية بي، والسي هي طول الضلع المقابل لزاوية سي، والاي الزاوية المحصورة بينهما. طيب يعني ايه؟ يعني مساحة المثلث بتساوي نص حاصل ضرب أي ضلعين في جيب الزاوية المحصورة بينهما، يعني في صين الزاوية بينهم. يعني نقدر نقول سي بي ساين اي، او سي اي او بي اي ساين سي، او سي اي ساين بي. اذا القانون نقدر نقوله بثلاث اشكال، المساحه اما بتساوي نص بي سي ساين اي، او بتساوي نص اي سي ساين بي، او بتساوي نص اي بي ساين سي. خلينا نطبق الكلام ده. عايزين نجيب مساحة المثلث A B C والمعطيات بالرسم. المعلومات اللي عندي مديني A C 9 سنتي اللي احنا بنرمز لها بالرمز B small، ومديني B C 8 سنتي اللي هي بنرمز لها بالرمز A small، والزاوية المحصورة بينهم 104. نرجع للقانون بتاعنا، يبقى انا هستخدم اي قانون من الثلاثة اللي فوق. يبقى هنقول ايه؟ ها بي سي ولا بي اي؟ هنقول ايه؟ نص اي بي ساين سي حاصل ضرب ضلعين في جيب الزاويه بينهم، نعوض يعني نص في 8 في 9 ساين 104. نحسب الكلام ده يطلع لي تقريبا 34.9 وحده مساحه. يبقى احنا كده جبنا مساحة المثلث بدلالة الضلعين والزاوية المحصورة بينهم. نتكلم على قانون الجيب. قانون الجيب بيقول لي في أي مثلث A B C ساين A على A، ساين A على A، ساين الزاوية على طول الضلع المقابل لها دائما مقدار ثابت، وبيكون ساين A على A بتساوي ساين B على B يساوي ساين سي على سي. بنستخدم القانون ده في ايه؟ بنستخدمه في حل المثلث. طب ايه هو حل المثلث؟ حل المثلث معناه ايجاد القياسات المجهوله. طب هو المثلث فيه كم
عنصر، المثلث عندي ثلاث عناصر، ثلاث أضلاع وثلاث زوايا. هذا راح يحل المثلث إذا عرفت ثلاث عناصر منه فيهم على الأقل ضلع. يعني نقدر نعرف نحل المثلث إذا عرفت زاويتين وضلع، أو ضلعين وزاوية، أو محصورة، أو ثلاث أضلاع. قانون الجيب لما بنحل به المثلث لازم على الأقل من الثلاث عناصر دول أكون عارف ضلع وزاوية. تعال نشوف كده مثال. حل المثلث الذي فيه اداني زاوية N في الشكل المقابل، N ب 80، والبي مجهولة والكيو مجهولة، وزاوية بي ب 45، وعندي يبقى أنا عندي زاويتين وضلع. أسهل حاجة عندي إن أنا أجيبها في العناصر المجهولة، عندي ثلاثة معلومين وثلاثة مجهولين. أسهل حاجة إن أنا أجيبها هنا مين؟ ها؟ كلنا بنقول إيه؟ أيوه زاوية كيو. هنجيب زاوية كيو، أنا عارف إن مجموع قياس زوايا المثلث كلهم 180 درجة، فلو عندي زاوية مجهولة بنجمع الموجود ونطرح من 180. يبقى إذا زاوية كيو طلعت بكم؟ 55 درجة. هنبدأ نجيب أطوال الأضلاع المجهولة، نطبق قانون الجيب اللي هو بيقول لي ساين إن على إن، يعني على 3 نعوض، خلينا نعوض، ساين إيه 80 على 3 هتساوي ساين 45 على بي، وبنضرب طرفين في وسطين ضرب التبادلي، هتطلع لي معادلة نطلع قيمة بي بتساوي 3 ساين 45 على ساين 80 اللي هي تقريبا 2.2. بنفس الطريقة هنطلع قيمة كيو، القيمة النسبة الثابتة ساين 80 على 3 دي هي النسبة المعلومة اللي بحل بها المثلث، هاخدها مرة تانية ولكن مع الكيو، فهنقول ايه؟ ها ساين 80 على 3 هتساوي ساين كيو على كيو. طيب ساين 80 على 3 كيو قبل كده طلعت معايا ب 55، يبقى هتساوي ساين 55 على كيو، برضه طرفين في وسطين ونحل المعادلة، هتطلع معايا كيو بتساوي 3 ساين 55 على ساين 80 واللي هي بتديني تقريبا 2.5. إذا العناصر اللي أنا جبتها هي كيو 55 درجة زاوية كيو، طول الضلع المقابل لزاوية كيو 2.5، وطول الضلع المقابل لزاوية بي 2.2. وكده نكون انتهينا من درس الجيوب.